بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في منصة مدارس العبير الأهلية للتعلم عن بعد، المرحلة العليا، الصف الرابع الابتدائي، مادة اللغة الإنجليزية، الأبير Private Schools Online Learning Channel 4th Grade Smart Class 2 English Language، مادة اللغة الإنجليزية. هنبدأ مع بعض الوحدة الثانية. كنا استكملنا من قبل الوحدة الأولى، وإن شاء الله نكمل الوحدة الثانية. نبدأ مع بعض الوحدة الثانية بعنوان Toys and Games. Toys and Games تتكلم على ألعاب واللعب اللي الواحد بيلعب بيها، الأطفال بيلعبوا بيها ألعاب، زي كثير من الألعاب. And games. And games. هنبدأ مع بعض الوحدة بالفونكس. صوتين مهمين جدا في اللغة الإنجليزية، ألا وهما C مع ال H وال S مع ال H. طبعا ال C مع ال H زي ما احنا عارفين تشا، وال S مع H بتنطق ش. أوكي، نسمع ونكرر مع بعض. Module 2 Phonics. Chair. Short. Chair. Short. One. Listen and say. Ch. Ch. Chair. Chair. Teacher. Teacher. Sh. Short. Short. Fish. Fish. Okay. لازم افرق ما بين نطق السي والاتش. تشا تشا، يبقى في تي خفيفه كده بتنطق مع سي اتش، تشا زي تشير تيتشر، ش زي شورت اند فيش. اوكي، هنا طبعا في سونج مع بعض بنسمعها. listen and say، حاول اسمع واقول بنفس الطريقه اللي انا بسمع بيها، ونقرأ في نفس الوقت. لاحظ برضو الكلام المكتوب هنا بظهره ليكم هم اهو. نسمع مع بعض. اوكي. 2 listen and chant. teacher teacher. look over there on that chair on that chair. he's got fish big and small. they're hungry. Eat them all. Okay، لو احنا لاحظنا طبعا هنا كأن البوي ده بينادي على teachers، بيقول لهم teacher teachers. look over there، طالع هنا on that chair، هذا الكرسي on that chair. he's got fish. he اللي هو البوي ده he's got fish، معاه ايه طبعا لديه fish big and small. big and small الفيش دي منها big كبير and small صغير. they're hungry، لو احنا شايفين هنا البينجوينز هنا they're اللي هم بتشير الى الايه البينجوينز اللي هي البطاريخ هذه. hungry hungry جوعانين. eat them all كأنه بيقول لهم كلوا ايه كل الايه all of these fish. اوكي، كده فهمنا السونج. نحاول نقولها اكتر من مرة، نكررها مع بعض. ننتقل للجزء اللي بعد كده اللي هو عندنا بعض الكلمات المهمة. أول حاجة stand up. stand up. stand up. stand up. sit down. sit down. sit down. sit down. كرر. turn around. turn around. turn around. turn around. clap your hands. clap your hands. صفق. احاول ان انا اسمع واكرر وفي نفس الوقت اطبق اللي انا لقيناه. دي يعتبر action. actions حركات بسويها. stand up. stand up. stand up. sit down. sit down. turn around. turn around. turn around. clap your hands. clap your hands. okay. هنا في طبعا سونج كمان بنحاول نسمعها مع بعض.
ونكررها نقولها مراجعة على الحروف الهجائية اللي أخذناها في الترم الأول فصل الدراسة الأول، وهنقولها مع بعض ونكررها ونحاول ننفذها لأنها تعتبر action chant. Action chant تعتبر جزء حركي، لازم أعمل فيها حركة، يعني نسمع مع بعض ونقول ونطبق، نمارس اللي احنا بنسمعه. هذا جزء مهم من تعلم اللغة، ان انا احاول امارس اللي بتعلمه. 1. Listen and say ABC action chant. A B C D E F G, come and sit down with me. H I J K L M N, clap your hands, stand up again. O P Q R S T U, say a chant for me and you. V E W X Y Z, turn around and say it again. A B C D E F G, come and sit down with me. H I J K L M N, clap your hands, stand up again. O P Q R S T U, say a chant for me and you. V E W X Y Z, turn around and say it again. Okay, هنا طبعا A B C D E F G. Come بمعنى تعالى. Okay, يأتي. And sit down with me. اجلس معي. H I J K L M N. Clap your hands. حاول أن أصفق. Clap your hands. Stand up again. Stand up again. وقف. يقف. Stand up. O P Q R S T U. Say a chant. Say a chant. يعني قول الأغنية هذه أو الشودة هذه. For me and you. ليا وليك. V W X Y Z, turn around, بلف أدور، حاول ألف وأدور. Okay, and say it again. وأقولها مرة كمان. Okay. وكده يكون عرفنا معاني كل الأكشن chant هذه. نشوفها مع بعض ونحاول نسمع ونرقم. هنا number one. Listen and two. Listen and number 1 to 4. 1. Sit down. Sit down. 2. طبعا هنا عندي sit down بكتب number 1. Number 2. Turn around. Turn around. هاجي عند number 2 وهكتب turn وهكتب number عند هاجي طبعا هنا turn around. Okay. نكتب number 2 اللي سمعتها رقم 2. هكتب هنا number 2. اوكي كله كتب معايا تمام. اوكي 3 نسمع 3. Clap your hands. Number 3. Clap your hands. اوكي هاجي عند طبعا هنا فين صورة clap your hands. This girl claps her hand. هكتب هنا number 3. Good. تمام. Okay. كله كتب معايا. Clap your hands. Number 4 طبعا آخر واحدة نسمعها. نسمع ونقول. مهم السماع في الإنجليش. 4. Stand up. Stand up. آخر واحدة number 4. Stand up. هكتب أنا هنا number 4. اوكي كده يكون رقمنا من 1 to 4 from 1 to 4. اوكي الجزء الثاني smart kids. الدرس الثاني smart kids. شوف مع بعض. bike. نشوف الكلام بتاع كلمة bike. اوكي kite. plane. car. car. ok
اوكي هنلاحظ ان حرف الار ما بينطق، واحنا قلنا في غالب معظم الكلمات بتنتهي بحرف الاي لا ننطق الاي. بلين، كايت بقف عند التي، بايك بقف عند الكي، اوكي سموها ماجيك اي. نسمع listen look and listen، نحاول نسمع الحوار between حسان and John. Listen and try to say. حاول أنا أقول وأفهم. One. Look and listen. Hello, John. Is that your new bike? Hi, Hassan. Yes, it is. I haven't got a bike. I've got a kite. Wow, it's big. Good. طبعا لو لاحظنا هنا في الدرس هنلاقي طبعا هنا بيقول له Hello John. مرحبا John. Is that your new bike? هل دي new bike بتاعتك؟ قال له Hi Hassan. Yes it is. نعم إنها إيه؟ My new bike. حسن قال له I haven't got a bike. طبعا هنا ما عنده bike. I have got a kite. I have got a kite. أنا عندي إيه؟ أنا عندي kite. قال له wow it's big. شايف طبعا لما قال له big and if you look at the kite، لو طلعنا في الكايت هنلاقيها إن هي big. أوكي شوف بعد كده بعد كده نشوف الجزء الثاني. One. Again. Look. Oh no! طبعا look at the kite. طبعا it's in the tree. It's okay. I've got a plane. Thanks, Mike. طبعا هنا مايك helped them، ساعدهم with his plane، بالطائرة بتاعته. قال لهم it's okay، كانوا بيقولوا ما في مشكلة، الأمر على ما يرام. I have got a plane. هو معه طبعا بلين وقدر هو ساعدهم and he got the kite. طبعا هم شكروا مايك. Thanks إيه؟ Thanks Mike. أوكي هنا في الدرس هنا grammar rule بنتعلم لما أجي أعبر عن شيء أنا بملكه بستخدم I have got. ممكن أقول I have got a kite. I have got a bike. I have got a plane. I have got a car. لما أجي أعبر عن شخص بقول له you بمعنى أنت، وهنا I بمعنى أنا، أملك أنا عندي. You have got a kite. أنت عندك، أنت تملك. We have got kites. We نحن معنا we have got have got بمعنى يملك kites طبعا طائرات ورقية. I haven't got. هنا haven't نفي، لما أجي أنفي الملكية بستخدم not، اختصار not هذه N apostrophe T بختصرها وبعد كده بكتب got a kite. اوكي okay. I have got تختصر ب I have got. طبعا احنا قلنا بنستخدم الاختصارات اكثر in conversation في المحادثة. You have got تختصر you've got. We have got بتختصر we've got يعني نملك. اوكي هنا طبعا لما احنا لاحظنا في الحوار ما بين جون عند حسن قال له I have got a plane. okay I have got a kite. okay we've got haven't اختصار لكلمة have
not have not okay نمثل بعد كده هنا listen and match listen and هنحاول نسمع when a when okay نسمع ونوصل number one هو مجاوبها كمثال two listen and match one I have got a kite قالها هنا I have got a kite وصل الkite okay Number two. Two. I have got a bike. Number two, I have got a bike. هنوصل طبعا number two. هنختار اللي هو قاله. قال I have got a bike. يعني أنا عندي إيه؟ عندي bike. شوف number three. نسمع ونكرر. ركز في السماع كويس. Three. I have got a car. I have got a car. I have got I have got a car. يبقى number three هنا. I have got a car. Okay. هبتدي ان انا اوصلها بالcar. الكار هي. بعد كده four. شوف four مع بعض. I have got a plane. I have got a plane. هنا اخر واحد قال I have got a plane. Okay. هنوصلهم تاني. I have got a car. I have got a bike. Check your answer. حاول أتأكد من إجابتي. Okay. في الجزء هذا يعني look and write tick for I have got. Or X for I haven't got. Then say. Okay? Three. Look and write tick for I have got. Or X for I haven't got. Then say. I have got a teddy bear. Okay, هنا قال I have got a teddy bear. شوف teddy bear. اهو يبقى هاجي عند تيدي بير وهعمل تيك يس تيدي بير I haven't got a yo-yo I haven't got a yo-yo I haven't got a yo-yo ما عنده يو-يو I haven't got a yo-yo اوكي ممكن ان انا اسوي او اختار بناء على اشياء او اغراض عندي يعني ممكن اقول I have got a bike ممكن اختار هنا اختار هنا طبعا وليكن مثلا ممكن اقول I have got a bike ممكن اقول I have got a bike اتكلم عن نفسي وأقول مثلا ممكن أقول I haven't got a doll I have got a car okay I have got a ball I haven't got a plane okay I haven't got a kite وهكذا يعني بحاول ان انا امارس واطبق استخدام I have got و I haven't got okay نشوف الدرس الثالث اللي هو comic نشوف مع بعض نحاول نسمع مع بعض ونقول on on بمعنى على on okay in في داخل box اللي هو الصندوق box okay robot
to bed. 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 Okay. نحفظ الكلمات هذه ونركز فيها كويس. هنا طبعا زي short story أو حوار قصير ما بين look and listen. عنوان where is the ball. Where is where's the ball. Where's the ball. Okay. Let's listen. One. Look and listen. Where's the ball? Let's play. Okay. Where's my ball? My ball? Is it on the chair? No. No, it isn't. طبعا let's play هي نلعب. Okay. Where's my ball? أين قلنا where is تستخدم للسؤال عن المكان where's the ball أو where's my ball ممكن أسأل عن بأي مكان أي شيء بستخدم where is it on the chair is the ball on the chair قال له no it isn't لو حتى أنا قدام chair the ball is not on the chair Is it in the box? Is it in the box? Yes, it is. شايفين طبعا هنا عمل في خدعة. قال له is in the box? Is it in the box? قال له yes, it is. طبعا شايف الخدعة اللي احنا شفناها مع بعض. Okay. هنا في الجزء هذا جزء صغير عن grammar rule قاعدة في القواعد النحوية where's the ball where's the ball لما أسأل عن مكان شيء بستخدم where's طبعا يكون شيء مفرد بستخدم is وطبعا زي ما احنا شايفين where's اختصار كلمة where is وقلنا بنستخدم الاختصارات أكثر في المحادثة in the conversation بستخدم where's the ball قال لي it's on the bed where is طبعا هنا ممكن اقول it's on the bed it's in the box okay on the desk on the chair okay where's هنا تختصر اختصار لي where is it's اختصار لكلمة it is طبعا it's تعبر عن شيء غير عاقل مفرد اوكي هنا طبعا عندنا قصصات موجوده في نهايه الكتاب بنحاول نجيبها ونلصقها مع بعض لو احنا دوسنا هنا مكان الروبوت وهنا البول in the books هنا the book is on the chair the desk or the computer is on the desk اوكي نحاول نسمع مع بعض ونجاوب لو احنا قلنا نمبر 1 بنجاوب مع بعض the computer is on the desk قال yes okay the robot is on the bed الإجابة هل الروبوت on the bed yes it is the ball is on the books هل البول موجود على البوكس البول موجود على البوكس لا It's in. يبقى هنا اختار no. ركز. Okay. هنا the ball is in. داخل. جوة. وليست على. The book. البوك هنا لو احنا لاحظنا. The book is on the chair. على ال chair. The book is on the chair. على ال chair. اختار yes. Okay. اختار yes or no. هنا بسأل طبعا لما اجي اسأل عن مكان شيء قلنا بستخدم where's. بستخدم Where's the computer? Where's the mobile? Where's the bin? Where's the bag? وأقول سؤال أسأل بأكثر أكثر من عن أي شيء عن أشياء أغراض عندي في الحجرة في الفصل بستخدم where's الشيء اللي بسأل عليه هنا طبعا لما يكون حاجة مفرد بجاوب it's ممكن أقول it's on the desk it's in the bag وهكذا وكده دربنا على الجزء اللي استخدام where's
وبكده يكون أنهينا الجزء الأول من الوحدة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم التوفيق والنجاح والسداد، ووفقكم الله إلى ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.